السلام عليكم الخوت، من تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم رضوان فلوكس، اليوم فيديو جديد، فلوك جديد في المحل ديال الاخ بيطا والاخوان. اليوم ان شاء الله جينا نصوروا عند واحد لا فيديو. هانتوما راه المحل كتواجد في زنقه الدوريجين، الراس ديال الدخله ديال زنقه الدوريجين المحل الاخوان. اللهم بارك، كاين سلعه زوينه غندخلوا عنده ان شاء الله دابا، وغنتعرفوا على السلعه ونتعرفوا على الموديلات ونتعرفوا على اي حاجه. خويا بيطو، تحياتي. الله يحفظك خويا رضوان. كيداير خويا؟ هاني الامور. جا من طرف رضوان، مرحبا بك. مرحبا بك. هز بيدي وبرجلي. الله يكبر بك. ما تنساوش جيم، ما تنساوش، ما تنساوهاش، حاولوا الله يرحمكم الوالدين. الله يكبر. السيد هذا غيستاهل، اقسم بالله يستاهل يكون كاع من الناس الاولين. المصداقيه ما كتخسرش عنده نهائيا. الله ينورك. الله يسهلك اخويا رضوان. خوش، المهم اليوم ان شاء الله غنتعرفوا على السلعه في المحل ديال الاخ بيطو، تعرفوا على الموديلات. المهم نتوما تخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، تقول لي كيف جاتكم السلعه. انا راه كندور وكنوصل لكم اي حاجه الاخوان، وانتوما كتحكموا عنا. الله يسر الامور للجميع، وتحياتي لكم وتحياتي لخوتنا من طنجة حتى القويره، وهاشتاغ صوفي الميمه وديما قشقاش. خويا بيطا، شوف اول بياسه خويا، تحياتي. الله يكبر بيك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظكم. نبداو خويا ان شاء الله. نبداو ان شاء الله. الله يحفظك. بسم الله. بسم الله. نبداو بالتشامبرلان هو الاول. هذا التشامبرلان توباك. ها؟ التمينه مناسبين غيكونوا. ياك ان شاء الله خويا. واتر بروف. بالنسبه لهذا اللي طاي اللي فيه خويا. هذا فيه 41. 41. هذا كيبقى ب 1400 درهم. ناقص عليكم 900 درهم في المكازا، كيدير 2300 درهم. في هذا اللون ثقيله. في هذا اللون هذا، بالنسبه لهذا الموديل هذا، في المارو وفيه الصفر. هذا الشيبي، هذا موديل كولابوراسيون مع تشامبيون. مع تشامبيون. هذا في بياسه وحده، النمره 40. النمره 40. بالنسبه لهذا شحال غيبقى خويا؟ 1300 درهم. هذا غيبقى ب 1300 درهم، النمره 40. 40 زيد. شوفوا الله. وهذا خويا قشقاشه، هذا الصفر ديالو. الصفر ديال الاخر. هذا هو الكلاسيك اللي كيبغيو كاع الناس. هذا هو الموديل اللي كيبغيو كاع الناس، وكيكون قليل شويه. الا ما خديتيش من المكازا كتلقى قليل شويه في سوق القريعه. نفس الثمن ديال الماو، حتى هو 1400 درهم. 1400 درهم. زيد اخويا نشوفوا الموديل. وكاين هذا الموديل هذا. هذا الميديكال ديال هذا اللي كيبغيو شي واحد كيبغي التامبرلاد يكون خفيف شويه، ما كيكونش ثقيل. هذا هذا خفيف. خفيف و لا سوميل ديالو ميديكال، كتكون كتبون باش العكس ديال الاخر. هذا ناقص شويه في الثمن على الاخر. هذا 950. هذا 950. اش من نمره فيه هذا؟ هذا فيه 41 42. 41 42. هذا كنعاود ثاني، هذا الجلد نوار، وهذا الكلاسيكي، هذا بحالو بحال المارو، بحالو بحال داك الصفر. وكاين الكرونه، الكرونه هذا فيه من 43 حتى 46. 43 حتى 46. هذا فيه 43 46. الصفر هذا، هذا الصفر هذا خويا موديل بحال السيد ديال الكاط، فيه حديده القدام سيكيريزي. شوف هذا فيه حديده قدام. حديده قدام. بالنسبه للبنادم اللي كيبغي شي صباط كيكون شويه يعني ما كيكونش ملبوس بزاف، كاين هذا الموديل هذا فيه بياسه وحده. صح. بالنسبه لهذا الثمن ديالو، هذا الطاي ديالو 42 43. 42 43 الثمن 750 درهم. 750 درهم. فيه السيل بحال ديال الموكاسان، ولكن هو طالع. ها زوين زوين تبارك الله، زوين حتى في الشده ديالو زوين. وهذا غورتكس. هذا غورتي واتر بروف. هذا غورتكس بالنسبه للعشاق. هذا في بياسه وحده صراحه، انا حبيتها بعد البياسه. بالنسبه ل لا طاي ديالو 41 صراحه، صبط مستوى صراحه، صبط مستوى. بالنسبه للثمن ديالو 950 درهم. 950 درهم. هذا مستحيل تلقاه في شي قنشات. وهادو لي طاي صغار، العزاري العزاري ديال التامبرلاند، من 40 لتحت.
كنا قلنا في هذاك الفيديو 800 درهم 800 درهم من 40 لتحت من 40 لتحت اللي جا غتقد ما واخويا قشقاشه اللي كيجي من طرف قسما بالله ما غير كيقول قشقاشه كتمسخ لي الثمن الله يحفظك كيتمسخ اخويا نشوفوا هادو اللي هنايا هادو الميني هذا هادو الميني شوفوهم اخويا هذا الطاره ديالو خصك 43 هذا 41 حتى هو مستعمل ما بغيتيش حيت دابا هادو في جديد شويه نقاردو ما بقاوش بزاف في جديد صافي مشات الصباط بالنسبه لهذا شحال غيبقى هذا الثمن ديالو 950 درهم 950 واش من طاي ال 41 ال 41 41 شفتو ولا سبرديه وكاين الجلد ديال هذا نيت شجره الله ها هو الجلد ديالو هذا جلد خزي جلد حتى هو مستعمل باقي نقي عطاني عبد غني بالنسبة لهذا هذاك الجلد كيبقى ب 950 درهم 950 اش من طاي تكون هذه اسمح لي 42 42 42 هذا 42 وهذا لون حتى هو هذا جديد هذا ما عمره مستعمل عمره مستعمل هذا راه كيكون فيه حيت كاين واحد اللون كيشبه لهذا ولكن مختلف عليه من هنا كتلقى هذا النوار هذا ضارب من هنايا ضارب من هنا هذاك اللون مازال موجود هذا اللون هذا قليل هذه النمره 43 كيبقى ب 1050 درهم 1050 درهم زيد اخويا لا كاين هذا الفلون بيض ديالو هذا بيض حتى هو مستعمل شويه لا قصفار هذا نمرة كبيرة ها نمرة 44 44 بالنسبة لهذا اخويا الثمن ديالو 700 درهم هذاك 700 درهم 700 درهم زيد اخويا كاين هذا عظم الله هذاك الدور هذا صراحة السوار. من أحسن حتى هو من أحسن الصبار اللي ما كيموتوش من جوج في البلوم ما كيموتش هذا الصبار الله إلا واعر هذا شبارك الله صبار صراحة وما اللي عرف هذه علاش مديورة هذه علاش انا ظنيت والله اعلم قلت واقيلا على قبل القدم باش ما كيعواش اللي عنده المشكل ديال القدم كضول ليه رجليه وداك الشيء لا السيد بحال العظم هنا انا ظنت ما يكونش دايرين زعما غير على الله قلت زعما على قبل حتى الجلة كانت عوجه شي حاجه ما كتعوز الصبار السومي للوط شكون حيت العواز صافي ضاع الصبار بالنسبه لهذا اش غيبقى هذا الثمن ديالو 1000 درهم 1000 راه فيه هذاك اللون فيه هذا اللون هذا نشوف هذاك هذا في هذا اللون هذا هذا بلا فهمني هذا الشيء كامل هنا لا هذه غير كاين القومه ديالها كتمسح بها شوف صافي صافي هذا جديد ما عمره مستعمل ما مستعمل حتى هو بالنسبه لهذا الثمن نفس الثمن ديال الزرق حتى هو 1000 و 1000 درهم 1000 درهم ويبقى ماشي مشكل بقى 1000 درهم زيد كاين عاوتاني هذا هذا فيه بياسه وحده نمره 39 هذا من الموديلات الجداد ديال تامبرلاند هذا فيه بياسه وحده نمره 39 هذا 39 تامبرلاند شحال غيبقى حتى هو اخويا هذا كيبقى ب 1050 درهم 1050 درهم هي نورمالمون كنبيعو ب 1100 درهم على طريقك حتى درنا 1050 درهم واللي غيجي مازال غادي يبغي على طريقك مازال يتنقص لي شويه في الثمن الله يحفظك ليا اخويا زيد هو كيدعمنا وحنا كندعموا الكليان ديالو 16 ولا 14 واش 16 ولا 14 95 بالالوان هذا الصباح اللي شفتو على حسب كولور اخويا قشقاش تقريبا من بعد من 800 درهم وانت طالع كاين اللي كتوقف حتى 1400 درهم مثلا ديال 1400 درهم بحال هاد الالوان هذا بحال هذا شوف هاد اللون هذا خمسه هذي كتبقى ب 1400 هذي 1400 فيها 40 40 ونص ل 41 40 40 ونص ل 41 عندك هاد الكولور هذا حتى هو ألف تقريبا هاد الجوج هادو هما اللي دايرين 1400 درهم الجوج ديال لي كولور حتى هادي الطاي ديالها 40 ونص 40 هادي 40 40 ونص كاينه هاد الكحله هادي كامله هادي مقطوعه في السوق ما كايناش وهادي راه ديفيرون هادي راه جلد من هنا بريون ميطاليزي هذيك ماشي العاديه هذه حيت كانت هذيك الاولى كانت دين كتشهاب بالزربه اون فوا كيلبسها شي واحد كتشهاب ليه في ظرف ديال الشهر هذه مبدلين لها هنايا كتصبار معاك معايا بالنسبه للطاي اللي فيها هذه فيها بياسه وحده كارونج
كيس وحده 40 ثمن 1100 درهم 1100 درهم كاين هذا الكولوغ هذا شوف صراحه كاين التعشاق في 95 تبارك الله فيها موديلات واعره 95 كاين هذا الكولوغ هذا بالنسبه لنا اللي كيبغي شي حاجه هو شي لون يكون غابر ها هو الشيء هذا صراحه عشقين هذه شحال تبقى هذه تبقى ب 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم وهذه اللي في يدك هذه 1100 درهم هذه 1100 درهم لي طاي اللي في هذه هذيك في بياسه وحده اخويا رضوان 40 40 ونص كاين هاد هذه 95 سميله اولترا هذه ماشي بحال هاد السميله هذه شاف لا مختلفه هذه كتكون شويه السميله عاليه هذه هانت بالنسبه للسميله هذه كتكون عاليه هذه اولترا هذه سليم بالنسبه حيت كاين اللي ما كيبغيش هذه العروضيه هذه من هنا في 95 هذه صوبوا لهم سليم هذه بحال بوانتي من القدام فهمت هذيك فيها بياسه وحده ل 41 بياسه وحده هذه ل 41 41 شحال غتبقى 1100 درهم 1100 1100 زيد اخويا الاير ماكسات الاخوان الاير ماكسات تعشقوا معنا الاير ماكسات من بعدين اخويا من 900 درهم حتى 1300 درهم من 900 حتى 1300 هانتوما الاخوان سكرينين اللي عجبو شي موديل عشاق اخويا رضوان بالنسبه لهادي هاديك فيها 38 و 38 ونص هاد الموديل جديد هادي 270 جديده كانت في الاول هادي كانت هاد الموديل هذا هاد الموديل هذا هو الاول ياك الرجل الاخر هادي الاخر ديالها هاد 270 هادي هادي فيها 38 فيها 38 900 درهم 900 كاين هاد الموديل هذا هاد الموديل تا هو مليح هادي فيها بياسه وحده بيضاء 42 42 42 الثمن ديالها خويا الثمن ديالها تبقى ب 850 درهم 850 درهم غيرت فيزيون من الناس اللي كتبغوا شي حاجه ميديكال رياكت فيزيو غنيه على التعريف شمن من هذه الجوج فيها 42 و 42 ونص 42 ان شاء الله غيكونوا فيها لي طايل 41 و 40 غيكونوا فيها ان شاء الله شحال غتبقى حتى هي هذه الرياكت هذه سيدي تبقى ب 1050 درهم 1050 درهم هاد جوردن تاع مايا جوردن فلايت النمره هذه 43 43 الثمن ديالها حتى هي خويا هذه الثمن ديالها 950 درهم 950 50 درهم دينغ دينغ المايك دينغ حتى هي حتى هذه نواف باندا باندا 1300 كحلة هذا اللون هذا بالنسبة لي كيبغوا باندا شي لون غابر ها هو هادي فيها بياسة وحدة 40 كتلبس 43 44 الثمن ديالها تبقى 1200 درهم 1200 درهم كاين هاد اللون هذا جا غير البارح كرونة واعر اللون هذا لون معشق 43 بياسة وحدة 43 43 الثمن ديالها 1200 درهم 1200 درهم زيد الكوك الكوك تقريبا شحال دايرين الكوك 500 درهم 500 كاينه هذه حتى هي دفتها ميديكا نايك نايك مليحه يونيو بالنسبه لهذه الطايله فيها 40 40 ايدمي 40 اونس الثمن ديالها خويا الثمن ديالها تبقى ب 850 درهم 850 درهم زيد اخويا عشاق ديال 97 عشاق ديال 97 غرابية 42 هادي 42 الثمن ديالها اخويا الثمن ديالها تبقى 950 درهم 950 950
دابا اير ماكس لوان محبوبة الجماهير. هذه فيها بياسة واحدة 40 كار. هذه فيها بياسة واحدة 44. شغاش بقى هذه كتبقى 1300 درهم. 1300 درهم كاينه هذا اللون، وهذه هذه 800 درهم، هذه مستعمله. مستعمله 43 43. دابا بالنسبه لشي واحد عنده شي بياسه مليحه باقا نقيه، تاخذها من عنده وتشونجي معاه. ناخذها من عنده وتشونجي معاه باللي بغى. خاصها غير يكون الموديل مليح ويكون موديل لاعب. هذه الوان وهذه كلاسيك ديالها. هذه اغلبيه ديال الناس كتقلب على فلوريجينال في القريعه وما كتلقاهاش. هذه فيها غير الكوبي، وكاين اللي كيبيع الناس على اساس اوريجينال. هذه فيها بياسه وحده 43، حيت هذه ما بقاش كتدخل القريعه حيت بلاصتها ولات غاليه، كتوصل حتى 220 ديال الاورو اللي كتوصل. لون واعر اخويا رضوان. شحال هذه كتبقى؟ هذه كتبقى الاخر ديالها 1400 درهم. 1400 درهم هذه فيها بياسه وحده 43. كيف ما قلنا اللي عنده شي بياسه نقيه اخويا وبغى يبيعها يجيبها لك. ونشونجيو معاه. نشونجيو معاه. أولا بغى يبيعها كاع تاخذها معاه. ماشي مشكل، ماشي مشكل. الله يحفظك. واد جوردن. جوردن وانس. خلي الكونفرس. أنا غادي نلبسها. هادو فيها ثلاثة الألوان. فيها الكولور هذا. بالنسبة لي طاي هذه من 41 43. من 41 حتى 43. الثمن ديالها 1350. 1350. هذا اللون هذا 1450. 1450. هذه فيها 40 دمي و 41. 41. هذيك فيها هذيك غير 40 كتبقى ب 1300 درهم. فيها غير 40. 1300 درهم. هاد المحدورة هادوك المحدورة هاد الزرقة هادي الزرقة شمن نمرو؟ فيها حدا 40. حدا 40 فيها 38 ونص 39 40. شحال الثمن ديالها؟ 1350. 1350. وكاين هاد اللون هذا هو المعروف كاع في الجوردن. 41. 41. بالنسبة لهذا خويا 1350 نفس الثمن ديال الزرقاء هذي. 1350. الله يكفر عليك اخويا. ندوزو للبانو لاخر هنا. هانتوما البانو الخوت. السلام عليكم. السلام عليكم. هاد الفوقانيين هادوك ما بين 800 درهم حتى 1100 درهم. هاديك 270. الله يبارك فيك. كيداير هذا الفنيه؟ كلشي مزيان. هو هذاك مرتاح. الله يحفظك. الله يبارك فيك. زيد وهاد الكحله هذه. هاد الكحله هذه مستعمله كتبقى ب 750 درهم. هادي 750. شمن النمره هادي؟ 42. 42. زيد هاد الموديل هذا تابع التين. هذا تابع التين. هذه مستعملة كتبقى 800 درهم. 800 درهم. شمن النمرة؟ وقيلا 40 ونص. 40. 40. 40. خوش هانتوما نضرب لكم دويرة دابا سكريني. عاش بارك الله كاينة سلعة. كل واحد يمشي على جهة. هذه عاود عطيني رجعات. خليني. هذه كانت قادات كنا يعني حنا في فيديو عندك الاولاني ب 480 درهم. 480. فيها 40 40 ونص ل 41. فيها من 40 حتى ل 41. حتى ل 41. فيها نص ساعة. الحمد لله. بالنسبة لهذا هذا الثمن ديالو 850 درهم. 850. طاي ديالو 40. هذا السير فيه زوين. هذا سبرديلا سبرديلا صباط زوين صراحه. تلبس مع الشورطات الجينات تلبس مع كاع كاع السيلات زوين. زيد اخويا هادو دابا سولد. حيدوا هادي هاد الموديلات هادو اللي لتحت. عندك هادي هادي
هذه 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 600 درهم. عندك هذه خمسة البياسات هادو الاولين 600 درهم. 8.49 8.49. عندك هذه حتى هي تعزلها، وعندك هادو كاملين حتى لهنايا حتى هما 600 درهم. 600 درهم من هنا حتى الفابور 600 درهم. عندك عاوتاني هاد الموديلات هادو ديال روش، شي واحد اللي كيبغي شي حاجه على قبل لونطريما ولا شي حاجه خفيفه، هادي حتى هي سولد ب 400 درهم. 400 درهم قول كاملين، قول كاملين حيدا غيبوك. هادي هادي 450 درهم. 450 درهم. وهنا قلنا 600. 600 درهم. والطايات قلنا من 8.5 حتى 8.5 حتى 40 حتى 40 حتى 40. هاد الكحله هادي، هاد الكحله هادي فيها 40 41 42 43، ما 40 حتى 43 كتبقى حتى هي ب 400 400 درهم. واللي جا من طرفك راه ضروري غادي نقصوا ليه شويه. الله يكبر بيك اخويا. ولي كاسكيط الاخوان هانتوما، راه كاين لي كاسكيط كبير، مانسيرا، اديداس، لاكوس، مخلطة هنا الدعوة. اللي عنده شي بياسة الاخوان باقا نقية وبغى يبيعها ولا بغا يشونجها. بالنسبة للسوبر ستار من بعد 600 درهم. 600 درهم. 600 درهم. 8.5 تعدلك حتى 40. من 8.5 حتى 40. 600 درهم. خوتي تواصل مع الاخ ديالك. خويا يلا. راه ندير معاكم اثمنة زوينة. اللي عنده شي بياسة نقية بغا يشونجيها وياخد شي بياسة أخرى راه غيتعامل معاك. ان شاء الله راه فين يكون الجديد غنصوروا لكم ونوصلوا لكم الشيء اللي يوقفنا الاخوان. بالنسبه لهاد الشكير تا هما راه موجودين الاسباك هنايا. الاسباك الاسباك باش الشكاره الاسباك 500 درهم باش كنبيعوه، ناقصه 100 درهم. وديما غنعاود نفس المقوله، واللي جا من طرف رضوان ضروري كيتنقص لي شويه. الله يكبر بك. المهم الخوت هانتوما كيفشوا معنا، ضربنا لكم دويره في المحل، تعرفنا على السلعه. الله يسر الامور للجميع الاخوان.